الكشافة التونسية انطلاقتها من عام 1933 اليوم نحتفل بتسعين سنة، تسعين سنة اللي تزامنت ما بين تسعين سنة على الحركة الكشفية على المستوى الوطني وتسعين سنة على المستوى الجهوي. يعني النشأة متاحة كانت تزامنت وطنيا وجهويا. الآن الربع الأخير هذا سنخصصه للصفاقس لاحتفالاتنا اللي هي فيها أربع محطات كبرى جهوية، والبقية هي محطات فرعية خاصة بالأفواج. المحطات الكبرى تنطلق يوم 9 سبتمبر إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة عندنا تحية العلم، وينطلق الكرنفال الكشفي وينطلق من المعرض صفاقس الدولي في شارع حبيب بورقيبة إلى فضاء 100 متر. هذا 100 متر الكرنفال فيه مجموعة من اللوحات اللي تحكي على الكشافة التونسية وتحكي على الأنشطة متاعها، من العلوم، من الفنون، من التنوع، من خدمة المجتمع، من تنمية المجتمع. المجسمات مش يكونوا مجسمات كبار كما قاعدين نراه في جميع الكرنفالات العالمية، مش يكونوا فيه زي كيف مجموعة من الفيالق اللي مش تتحرك، ولكن مش تتحرك ليس كاستعراض ولكن ككرنفال حتى تعبر، وكل لوحة تحكي على موضوع معين وتحب تقصد به للمجتمع بشتار احنا شنو اللي قاعدين نقوم به في الكشافة التونسية. هذا هو الكرنفال اللي هو لأول من نوعه. ثم نمشيو لفضاء 100 متر وين ثم سهرة فنية أو عشوية فنية في الحقيقة، مش سهرة مش نلحقوا لليل، عشوية فنية مع مجموعة من التكريمات وخاصة القيادات اللي ساهموا في بقاء الكشافة التونسية 90 سنة واقفة وصامدة خلال السنوات هذه كل. ومش نحكيو على حكاية النشأة وغناية التسعينيات كيف كيف، إن شاء الله ماشي نطلقوها يوم 9 غناية خاصة بالحركة الكشفية بجهة صفاقس، غناية خاصة باحتفالات التسعينيات متاعنا. ثم يوم 24/9 العصر الصباح سيقع افتتاح المتحف. افتتاح المتحف اللي هو مش يحكي على ذاكرة الكشافة التونسية، من تواريخ، من مناسبات، من أعداد، من إحصائيات، الفترات اللي مرت بها الكشافة التونسية اللي هما لخصناهم في المتحف حول ثلاثة فترات كبرى. الفترة الأولى هي ما قبل الاستقلال وكيف كيفاش ساهمت الكشافة التونسية في جهة صفاقس، مساهمتها في الاستقلال ومساهمتها في الانتفاضات اللي صاروا من عام 1933، شنو الجانب اللي خذاوه المساعدة في حركة التحرير في تونس. ثم بعد 56 بناء الدولة إلى غاية 1970، بعدها كيفاش الكشافة التونسية ولات تساهم في تنمية المجتمع وفي العلاقات داخل المجتمع، وشنو دورها وشنو الأنشطة اللي قاعدين يقوموا بها من أجل المجتمع بعد السبعينات. بعدها مباشرة جسور التواصل، ويمشي نلقاو شباب، نستدعيو شباب كشفي، نستدعيو روادنا، مش نستدعيو قيادات خرجوا من الكشافة التونسية وهما موجودين حاليا، بستدعيهم باش يحكيونا على قصصهم وقصص النجاح متاعهم وذكرياتهم وتاريخهم، ونحكيوا على قصص ملهمة للشباب. بعدها يوم 15 اكتوبر في المسرح البلدي ثم لقاء خاص بتقاديم فنية من مسرحيات وتعبير جسماني وأناشيد وأغاني، من الكورال الجهوي الأول اللي عملناه كورال جهوي خاص بالمناسبة هذه، تقديم خلي الأولياء والناس ترى شنو قاعدين يقدموا فيه الكشافين. اللي تتواصل من 15 أكتوبر إن شاء الله الأنشطة المحلية داخل الأفواج اللي تحتفل إلى غاية يوم 9 ديسمبر، ومش يختدموا هالمهرجان هذايا وهالفترة هذايا فترة الاحتفالات يوم 9 ديسمبر الحفل الاختتامي، ومش يكون البيست أوف متاع الأفضل وتلخيصات متاع الاحتفالات الكل طيلة التسعين يوم هذوما من 9/9 إلى 9/12 هالتلخيص هذا، وتكريم الناس اللي هي خدمك. وحبيناه حفل اختتامي تتويجا على عكس الحفل الافتتاحي اللي كان ذا بهرج وكان خاص باش أنه احنا نعطيه الانطباع الاحتفال بالكشافة التونسية. حبينا حفل اختتامي يكون تتويج للنشاط نتاعنا كله.